السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هناخد مع بعض الجزء الأول من محاضرة الهيستولوجي في دميل ريبروداكتيف سيستم. زي ما انتم عارفين بحب دايما أبدأ بالفانكشنز علشان أشوف how is the systems and organs adapted to perform its function. فالfunction of the reproductive systems سواء in male or in female system هي production of gametes, sperms or ovum in female and transport these gametes plus the production of hormones اللي بتبقى مسؤولة عن development of the secondary sexual characters at the puberty. بيبقى عندي في general organization ل reproductive system سواء in male or in female. تمام، هذا الجنرال organization بيتكون من ايه؟ احنا قلنا هيبقى عندنا gametes، يبقى لازم في organs مسؤولة عن الformation of gametes. تمام، وكمان بتبقى هي نفس الorgans دي مسؤول عن ال synthesis of hormones، اتفقنا انها تبقى مسؤولة عن السكندري كاركترز ان ذا بيوبرتي. هيبقى في ducts هي اللي هتعمل ترانسبورت لهذه الجميت. تمام، يبقى في مجموعة من الducts هتعمل ترانسبورت. في associated glands هتساعد في هذه البروسيس عن طريق انها هتفرز بعض الافرازات، وهنشوف ازاي هتساعد في الديفلوبمنت اوف ايه جميت فورميشن plus the external genitalia. هنبتدي نتكلم بقى عن الميل reproductive system. الجونات هتبقى two أو pair of testes. الجينيتال ducts زي ما قلنا اللي هتعمل transport of sperms. هيبقى عندي الابيدوديمس vas deferens ejaculatory ducts. طيب الاكسسوري glands هيبقى pair of seminal vesicles في البالبو يوريثرال جلاندز، ودول برضو pair خلاص، plus a single large gland called the prostate. The capillary organ the penis هنا هتبقى مشتركة مع اليورينري سيستم. هنا البينس هي الكابيلاتري organ المسؤول عن الإيجاكوليشن outside the body. هنبتدي بقى نشوف كل جزء من، لو جيت بقى شفت الستراكشر بتاع النيل تستس تحت الميكروسكوب هتبقى عبارة عن ايه؟ هاخد كروس سكشن في التستس، هبتدي الاقي ان في، فاكرين انتوا اي اورجان ليه كونكسيف كبسول، هنا هلاقي ليها تلاتة لايرز او تلاتة كفرز، كل كفر هسميه تيونيكا، هسميه تيونيكا. الاولانية خالص الكفر الاولاني خالص ده اللي هو لونه لبني فاتح ده، ده هو اللي هو ماشي معانا، نشغل البوينتر ده هو. تمام، احنا عارفين ان التسس بتتكون انترا ابدومينال during the embryonic development وبعدين بيحصل لها descent لحد ما تبقى settled within ايه سكروت، فبتحتفظ بكفر من البريتون فوق وهي في الابدومين، البريتون حواليها بتحتفظ بكفر منه خلاص، يبقى ده كانه جزء من البريتون هي واخداه معاها ونازله بيه في السكروت. هيبقى اسمه تيونيكا فاجينالز علشان هي عملت انفاجينيشن لمين؟ للبريتون. هيبقى الاستراكشر بتاعه تيبيكال كانه بريتون، يعني ايه؟ يعني كونكتيف تيشو كفرد باي ستراتيفايد سكويمس ايبيثيليوم او واتس كولد ميزوثيليوم لو انتوا فاكرين. خلاص؟ هيعمل كفرنج لكل التستس ما عدا الابر دورسم بتاع التستس اللي هو ابر بوستيرو بارت. ليه؟ لان السايت اللي هنا ده هيبقى السايت الكونكشن ما بين الابيدوديمس ومين؟ والتستس. ده الابيدوديمس. خلاص؟ تمام. بعد كده يجي اللاير اللي تحته اللي هي باللون الاصفر دي، دنس كونكتيف تيشو كبسول فيها كولاجين فايبرز بكميه كبيره خالص، عشان كده هيبقى لونها ابيض. خلاص؟ في الفريش ستيتس بكون من الالوان اللي انا درستها عشان بس نبين الفروقات ما بين الطبقات. يبقى الاصفر ده هيبقى عباره عن دنس كونكتيف تشو فيه كولاجين فايبرز كتيره خالص. خلاص؟
هسميه عشان هو فيه كولاجين كتير لونه ابيض هسميه تيونيكا او الكفر الالبوجينيا او الابيض، الكفر الابيض. خلاص كده تمام. وبعدين هيبقى تحتيه بعديه كده اللون الموف الفاتح خالص اللي واخد كل الارضيه هنا هتبقى عباره عن لير من الكونكتيف تيشو اللي بتبقى هايلي فاسكولارايزد اسمها تيونيكا فاسكولوزا. يبقى دول الثري لايرز او الثري كفرز. تمام. هنيجي بقى عند المنطقه الحته دي الابر دورسم ده، خلاص هيحصل سيكننج لتيونيكا فاسكولوزا والتيونيكا البوجينيا. يبتدي السيكننج ده او المنطقه السيكند دي هيبقى اسمها الميدياستاينم تيستيسز. خلاص هيبقى اسمها الايه؟ الميدياستاينم تيستيسز اللي هتبتدي منها تطلع سبتي تقسم الكومبارتمنت الواحد اللي هو التستس على بعضيها كده لسيفرال كومبارتمنت زي ما انتم شايفين كده. الخطوط الصفراء دي بتقسم التست كانها حواجز، بتقسم بدل الشقه ما هي مساحه فاضيه كده كلها، لا الحيطان بتقسم اوض. ده نفس الكلام التونيكا البوجينيا هتبعت منها دنس سبتي هتقسم التستس ل about 250 كومبارتمنت. كل كومبارتمنت من دول اللي هو ما بين التو سبتي دولت اهو، مثلا لو قلنا الجزء ده كومبارتمنت اهو هنسميه لوبيول. خلاص هنسميه لوبيول. تمام. نبتدي بقى ناخد كل لوبيول من دول، يعني هشوف ده ايه اللي جوه، ايه الشرايط الدنيا شرايط المعرجه اللي جوه، وايه الاستراكشر في اللوبيول ده. بقى شفنا مع بعض كل كومبارتمنت عباره عن ايه. يعني انا عندي هنا ده كومبارتمنت اهو، خلاص، وده واحد تاني اهو، وده واحد تالت. عباره عن ايه؟ زي ما انتم شايفين كده مجموعه من التيوبيولز اللي هايلي ملولوه، بص تلاقيها ملفوفه 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 كتير على بعضها كده، هنسميها السيمينيفرس تيوبيولز. الكومبارتمنت الواحد ممكن يبقى فيه واحد بس او يبقوا اتنين، خلاص، لحد اربعة تيوبيولز جنب بعض في الكومبارتمنت الواحد او في اللوبيول الواحد. خلاص. طيب حواليه ايه اللوبيول ده؟ هل قاعد كده في الفضاء في الهواء في الفراغ؟ لا، احنا متفقين ان مفيش فراغات في جسمنا الا في الهولو اورجنز بس، ده بيبقى سايت لحاجه هتمشي فيه. تمام. غير كده لا مفيش فراغ. امال ايه؟ طيب الجزء الاجزاء دي ايه؟ عباره عن ايه؟ فاكرين اللاير اللي كانت هنا الثالثه كان اسمها التيونيكا ايه؟ فاسكولوزا، اللي هي عباره عن كونكتيف تيشو، هايلي فاسكولار كونكتيف تيشو. نفس الكلام هو اللي عامل الباك جراوند او الارضيه كونكتيف تيشو. وسط حوالين السمنفرس تيبيولز ديت، خلاص، في المناطق اللي هي الكونكتيف تيشو اللي حواليها دي بيبقى في سكاترد سيلز اسمها الانترستيشال سيلز of ليدج. اوكي، انترستيشال سيلز اوف ليدج. طيب نيجي بقى نشوف التيوبيولز دي هي معرجه قوي كده ليه، وعامله ليه المنظر ده او الشكل ده، او ليه ملولوه كده على بعضيها، ما كانت تتحط ستريت وخلاص وخلاص. في الحقيقه ان اللينس بتاع كل تيوبيول من دول عباره عن 70 سنتي او ماكسيمم، يعني 70 من 30 ل 70 سم، يعني تخيل من ربع لمتر الا ربع في الحته دي، الاريا دي اللي احنا شايفينها تحت الميكروسكوب بالعافيه، واخد بالك؟ طيب علشان بقى يحصل تقدر الحاجه زي فكره الدي ان ايه، لو انتم فاكرين الدي ان ايه الاف الكيلومترات وكله حاصل له كوندنسيشن في الكدني في بتاع في النيوكليس عن طريق ان هو ايه ملفوف كده على النيوكليتيدز والكلام ده كله. خلاص، نفس الفكره بالظبط، الشريط الطويل قوي ده علشان اكمديت السايز الاريا القليله دي او الصغيره دي يبتدي يحصل له الايه؟ اللفلفه او اللولوه اللي احنا شايفينها دي وما يبقاش ماشي ستريت. طيب يبقى انا دلوقتي الليبيول عباره عن مجموعه من السيمينفرس تيبيولز يا اما من واحده لاربعه بلس كونكتيف تيشو. الكونكتيف تيشو ده فيه مجموعه من السكاترد انترستيشال سيلز، خلاص، اسمهم الانترستيشال سيلز اوف ايه؟ نبتدي نشوف بقى التيبيول ده لايند بايه؟ الخلايا اللي فيه دي عباره عن ايه؟ ما احنا متفقين اي تيبيول اي هولو اورجان عباره عن لايننج ايبيثيليوم وتحته كونكتيف تيشو.
طب يا ترى هنا الاستراكشر عباره عن ايه؟ والابسيليوم هنا ويتش تايب علشان يطلع الاسبرم، تمام؟ ده لما ناخد كروس سكشن بس نشوف كده الاول. ادي التيونيكا فيجيناليز، المفروض ده المكان الفاضي بتاعها، وادي الباوندريز بتاعتها اهو اهو اهو، وفي اريا فاضيه، ده زي البريتون بالظبط، زي الاستراكشر بتاع البريتون، في ما بين التو لايرز في سبيس فاضي اللي بتتجمع فيه الإديمة، تمام. وبعدين عندي التيونيكا الفيجينيا اللي هي نكست تيشو مليان كولاجينس فايبرز، وبعدين السمنيفرس تيبيولز اللي احنا شفناها دي. مش بقى ان انا المفروض لما اخد كروس سكشن اللي انا كان عندي المفروض ان السمنيفرس تيبيول اهو، مش كده اهو، اللي هو بيبتدي بلايندلي من الاول كده، ومفروض ان هو كده، بس اتفقنا ان هو علشان بيوصل لمتر الا ربع ما ينفعش يتحط في الاريا دي، فيبتدي يحصل ايه؟ يلولو كده، يلولو كده على بعض، خلاص. فلما اجي اخد كروس سكشن هنا كده، يبتدي بقى يطلع لي الدواير دي جنب بعض، مش هشوفه ستريت كده، فتبتدي تظهر الدواير دي اهو، ادي دايره، خلاص. نرجع تاني للبوينتر، خلاص، فيبتدي يظهر ايه الدوائر اللي احنا شايفينها دي، ادي دايره وادي الثانيه وادي الثالثه، اللي هي الاجزاء دي لما عملنا فيها ايه كروس سكشن بدات تظهر لنا بالشكل ده. وما بينهم في الكونكتيف تيشو اللي احنا اتفقنا عليه من شويه، الفاسكولار كونكتيف تيشو اللي بيبقى فيه مجموعه من الخلايا سكاتر اللي هم الانترستيشال ايه سيلز، تمام كده. ماشي، نبتدي نشوف بقى السمنيفرس تيبيولز دي اللايننج بتاعها عباره عن ايه من الخلايا اللي هتديني في الاخر الاسبرمز، تمام. لو انا خدت جزء سيكتور من اللي هناك ده وكبرته كده، بس ده رسمه يعني، خلاص، هبتدي اشوف ادي ده الايه البيزنس ميمبرين للجزء اللي احنا شفناه السابق، خلاص، وبعدين عليه مجموعه من الخلايا كتيره زي ما احنا شايفين. يبقى مبدئيا ده سمبل ولا ستراتيفايد؟ ستراتيفايد ابيثيليوم. ويتش تايب؟ لا هقول بقى سكويمس ولا كولامنر ولا اي حاجه. ليه؟ لانه مجموعه مختلفه تماما من الخلايا. خلاص؟ عندي منها تو تايبس. تو تايبس. انا معلش هرسم معاكم برده كده عشان تبقوا متخيلين الشكل عامل ازاي. خلاص؟ يبقى انا عملت البيزنس ميمبرين اهو. تمام كده؟ ده البيزنس ميمبرين اللي هو جزء من مين؟ هو لو هو كله كده على بعضه جزء من الايه؟ التيبيول اهو، ادي التيبيول اهو، خلاص؟ ده البيزنس ميمبرين بتاعه، والمفروض هنا كده في مين؟ اليومن. حلو، مش تيبيول زي تيوب بالظبط يعني، وول واليومن. انا بقى ابتدي اشوف الخلايا اللي هنا دي عباره عن ايه؟ اللي هم دول. دول كلهم كده من اول بيزنس ميمبرين اللي هنا كده اهو، انا هبتدي ارصهم هنا. هلاقي ان في خليه كبيره طويله مفرعه عامله زي الشجره، لو مشيتوا معايا سنه كده اهو من تحت من البيز اهو اهي دي، وطول ما هي ماشيه عماله تدي بروسيسز. حد شاف الشجره مش شعور دي اللي بيقولوا عليها؟ هي عامله زيها بالظبط. الخليه دي سبورتنج سيل، يبقى ملهاش علاقه بتكوين الجيميتس، لكن هتعمل حاجات تانيه كتير جدا مهمه في تكوين الايه؟ الجامد، خلاص، هتشارك بيها يعني. طيب لو جينا رسمناها كده، انا هرسم ايه بقى؟ خليه، خلاص، ادي ايه، نرسم ونرسمها بلون كده مميز علشان تبقى واضحه. خليه طويله، اول حاجه خليه طويله، ماشي، وعندها بروسيسز كتيره فوق وتحت وفي الجناب اهو، خلاص، ادي الخليه عامله كده، بروسيسز عماله تطلعها يمين وشمال وكمان فوق وهنا. طيب شكلها عامل ازاي؟ زي ما احنا شايفين طول سيل، عندها بيزل بيل اوفال نيوكليس، بيزل وبيل واوفال نيوكليس اللي هي دي اهي، خليكم معايا اهي، خلاص، وادي الخليه اللي انا رسمتها اهي، همشي لكم معاها خطوه خطوه اهي اهي، خلاص، شوف البروسيسز بتاعتها اللي طالعه من الجناب اهي اهي، ومن فوق كمان عامله بروسيسز، هنعرف كل ده ليه دلوقتي، خلاص.
اهو. يبقى انا رسمت دلوقتي اهو الخلية دي، اسمها ايه بقى الخلية دي؟ اسمها سيرتولي سيل. سيرتولي سيل، يبقى الخلية دي اللي انا رسمتها هنا اهي اسمها الايه؟ سيرتولي سيل دي. تمام. ايه الكريتيريا بتاعتها؟ زي ما اتفقنا، خلية طويلة، طول سيل، برانشز، عندها برانشز وبروسيسز يمين وشمال وفوق. تمام. عندها بيزل اوفال بيل نيوكليس. بيل نيوكليس، وليه بيل نيوكليس؟ معناها ايه؟ انها اكتف سيل. يبقى دي اول واحده. تمام. طيب في مين تاني؟ باقي الدنيا اللي هنا دي عباره عن ايه؟ عباره عن مجموعه من الخلايا. خلاص هنرسمها برضو معاكم علشان تبقى ايه الدنيا واضحه بالنسبه لكم. خلاص هرسم هنا تحت البروسيس ده خليه، وبعدين هرسم هنا واحده ثانيه اكبر شويه. خلاص، وبعدين واحده اصغر، وبعدين حاجه كده عامله زي المثلث، وبعدين في الاخر خالص هيطلع لي الايه؟ المثلث بتاعي ده اللي هو راس الاسبير اهو بالتيل بتاعه. دول كده اسمهم السبرم، دول السبرماتوجينيك سيلز. واحدة اتنين تلاتة ماشي، وشوية ديفلوبمنت كده يدينا أربعة اللي في الآخر. طب دول إيه بقى؟ عبارة عن إيه؟ أول خلية اللي قاعدة تحت دي أهي هنا، دي أهي تحت خالص أهي، دي رقم واحد، الخلية دي الصغيرة نسبيا. تمام. اسمها الاسبرماتوجونيوم او الاسبرماتوجينيك سيلز. جينيك يعني هي دي المذر سيل، الخليه اللي هتبتدي تنقسم علشان تديني في الاخر هذا السبيرم. خلاص، يبقى دي المذر سيل، تعتبر الستيم سيل هنا. اوكي، اسمها ايه؟ سبرماتوجينيك سيلز. بعدين يحصل انقسام زي ما هنشوف دلوقتي، تديني خليه اللي هي الاكبر اللي هي دي، ودي هيبقى هي دي اهي الكبيره، دي اكبر واحده فيهم كلهم. تمام. هيبقى اسمها البرايمري سبرماتوسايت. برايمري سبرماتوسايت. خلاص، برايمري سبرماتو ايه؟ من البرايمري سبرماتوسايت زي ما هنشوف دلوقتي البروسيس اللي هتحصل، يطلع لي السكندري سبرماتوسايت اللي هي دي السكندري. يبقى في برايمري وبعدين في سكندري سبرماتوسايت. السكندري سبرماتوسايت تبتدي تتحور شكليا، دول هيخش انقسامات كلهم، هنشوف انقسامات ازاي وايه. تمام. لكن دول هيبتدي يتحوروا بقى في الاخر، السكندري سبرماتوسايت تتحول شكليا مورفولوجيا فقط في الشكل بس، الدايره الصغننه دي هيبقى اسمها السبرماتيد. خلاص، سبرماتيد يبتدي يتحور في الشكل بتاعه علشان يديني في الاخر السبرم. خلاص، اللي هو المنظر ده. اوكي، يبقى انا دلوقتي عندي الخلايا سبرماتوجونيوم ودي المذر سيل، برايمري سبرماتوسايت، سكندري سبرماتوسايت، سبرماتيد، وبعدين الماتيور مين؟ السبرم. خلاص، يبقى انا عرفت دلوقتي الشكل بتاع الخلايا، يبقى عرفت انا مين دول كلهم. واضح الكلام؟ طيب، يبقى انا دلوقتي عندي مجموعه من اللايرز، تو تايبس اوف سيلز زي ما قلنا، سيرتولي سيلز اللي هي دي اهو زي ما احنا شفنا دلوقتي، ومعاها مجموعه كبيره من الخلايا اسمها السبرماتوجينيك سيلز. السبرماتوجينيك سيلز دي في منها تايبس. خلاص، كل الخلايا دي ريستنج على وات ويل ديفلوبد بيزمنت ميمبرين او بيزل لامينا. خلاص، احيانا في بعض السبيشيز بلاقي المايويد سيل دي، الخليه دي اللي بتنقبل علشان تبوش السبيرمز في التيوب وتزيحه كده وتحركه. تمام كده، ماشي. يبقى ده التركيب بتاع مين؟ منفرس تيبيول. نبتدي نشوف مع بعض تاني اهو، هنا زي ما احنا شايفين ادي سيرتولي سيلز اهي. خلاص،
ادي سيرتوليسيس والبروسيس بتاعتها طالعه كده وكده وكده وهكذا، ومن فوق اهي بروسيس كتير. طيب انا وصفتها لكم دلوقتي خلاص، مكانها فين؟ موجوده في السيمينيفراس تيبيول، لارج سيل عندها بيزل واوفال وبيل نيوكليوس خلاص، والسيتوبلازم بتاعها مليان اورجانيلز، مليان اورجانيلز. طيب لو جيت شفتها اشوف الفانكشنز بتاعتها ايه، انا شفتها خلاص كده هيستولوجي، عايز اشوف الفانكشن بتاعتها ايه. فاكرين لما قلنا هي مش هتكون سبرمس ولكن هيبقى ليها رول مساعد رهيب في تكوين السبرمس. ايه بقى الرول ده؟ الفانكشنز بتاعتها بدايه من الديفلوبمنت بتاع السيرتك انترا امبريونيك، اول ما سبحان الله الاشاره تيجي ان الامبريو ده هيبقى ميل خلاص، تبتدي هي الخليه دي تطلع حاجه خلاص، خلينا بعدين دي لسه تطلع حاجه تنهبت الديفلوبمنت بتاع مين؟ بتاع الفيميل سيكشوال اورجنز، اسمها الانتي ميلاريان هرمون. دي اول حاجه من الامبريولوجي من وانت في البطن، هاي خلاص القرار ان ده ميل يبقى سيرتولي سيل بسرعه طلعي انتي ميلاريان تنهبت الديفلوبمنت بتاع الميلاريان باكت اللي هو بيدي الفيميل اورجنز، يبقى دي اول حاجه. بعد كده بقى هي بتعمل فيزيكال سبورت زي ما احنا شايفين، لايرز كتير قوي، دي عمال تنقسم وتدي دي، ودي تنقسم وتدي دي، ودي تنقسم وتدي دي، خلاص؟ عامله زي الحاضنه اللي هتعمل سبورت للخلايا دي، فيزيكال سبورت للخلايا دي. مش بس كده، فوق كمان، فاكرين لما قلنا الاسبرماتيد هيتحول شكليا للسبرم، الشكل الماتيور بتاع السبرم، ده بيحصل فين؟ بيبقى الاسبرماتيد والسبرم هنا بيبقى موجود في كافيتيز، الحتت اللي احنا رسمناها من شويه اللي من فوق على الابر بوردرز كده، بتبقى زي ما يكون قاعده حضناهم لحد ما يتظبطوا ويتوضبوا ويبقوا ماتيور، تبتدي تسيبهم يبتدي يحصل لهم ايه؟ يعدوا في الدكت او الباسوي زي ما هنشوف دلوقتي. يبقى اول حاجه بتعمل فيزيكال ايه؟ سبورت. طيب نيوتريتيف سبورت، نيوتريتيف سبورت ازاي؟ اتفقنا هنا في الكونكتيف تيشو بره، مش كده؟ في الكونكتيف ايه تيشو اللي فيه البلاد فيزلز والكابيلاريز اهو. الخلايا الكتيره او لايرز الكتيره دي محتاجه بلاد ايه؟ بلاد سبلاي. يجي منين البلاد سبلاي؟ يجي عن طريق الديفيوجن خلاص من الكابيلاريز ويعدي علشان يخترق كل اللايرز دي. بس هوب اقف هنا، اقف هنا ليه؟ هنا في البروسيس الاولاني ده بعد السبرماتوجونيوم اللي هو في الحته دي كده، مع البروسيس بتاع الخليه الثانيه السيرتولي الثانيه اللي قبلها هنا، بيروحوا قافلين باكلودنج جانكشن تايت جانكشن، او يمكن يظهر هنا اكتر اهو، ومن هنا هنا في تايت جانكشن هيقفل قفله جامده جدا ما بين اللاير الاولى دي واللاير الثانيه زي ما هنشوف دلوقتي. فبيبتدي ما يحصلش او ما يعديش النورشمنت كيدز، عشان في هنا قفله، هنا في بارير هنا قافل خلاص. طب مال ايه؟ تاخد السيرتولي وتعمل لايك اسلكتيف بارير، تاخد الحاجات اللي ممكن الخلايا دي تحتاجها وتروح معديها لهم من عن طريق السيرتولي سيل، تعدي من الكونكتيف تيشو اللي هنا، من الكابيلاريز اللي هنا، تعدي السيرتولي، تاخدها السيرتولي، وبعدين هي تباصي بقى للخلايا الثانيه الايه؟ النيوتريتيف ماتيريال، وتمنع عنهم بعض الايه؟ الهازاردز او الانوانتد ماتيريالز. تمام؟ طيب يبقى دي النيوتريتيف سبورت، بلس انها بتطلع برضه سكريشن بيساعد في النورشمنت بتاع مين؟ الخلايا دي. خلاص؟ طيب بتعمل فاجوسايتوزس، فاجوسايتوزس لوات؟ برضه تاني هيبان اكتر الكلام ده بعدين لما نشوف الديفلوبمنت ازاي السبرماتيد يتحول للشكل ده. في مجموعه من السيتوبلازم والاورجانيلز والحاجات السبرم الماتيور سبرم هيستغنى عنها ومش عايزها، فهتطلع بره التشو اكسوسايتوزس، تعمل لهم هي الفاجوسايتوزس وتنظف المكان من بقايا الويست اللي بتنتج عن تحول السبرماتيد للسبرم زي ما هنشوف. يبقى بتعمل ايه؟ فاجوسايتوزس. طيب تعمل ايه كمان؟ اللي انا قلت لكم عليه دلوقتي اللي هو البروسيس اللي طالع من هنا مع البروسيس اللي جاي من الخليه دي، بيقفلوا بجانكشن خلاص
اللي هو الاوكلودنج او تايت جنكشن، اللي هو ما بيعديش الهواء، اللي هو الكومبليت سيلينج ما بين التوسل ميمبرين، ما يعديش الهواء، فيعمل لي واتس كولد بلاد تيست بارير. ادي البلاد وادي الخلايا، هيعمل بارير ما بين البلاد ده والخلايا اللي هنا دي، خلاص، فبيحمي الخلايا دي من اي هازاردز موجود، وفي نفس الوقت بيعزلهم عن البلاد والانتيجنز اللي فيه. طب انا مالي ومال الانتيجنز ده؟ ما هي جزء من الجسم يا دكتور، اللي يخليني ابعدهم او يتفصلوا عن الجسم، ما هو جزء من الجسم، هتهاجموا ليه الانتيجنز؟ لا اقول لك بقى هنا حاسب. افتكر ان انا قلت لك المذر سيل مين؟ دي السبرماتوجينيك سيل دي، خلاص. هنا اول ما يتولد المولود الذكر، البيبي ذكر، خلاص، ما عندوش غير الخلايا دي في التستس بتاعته، دول بس اللي موجودين. يعني البلود كابيلاريز ما تعرفش غير دول بس. بعد كده ده ات بيوبرتي اندر ذا افكت بقى في اس اتش هرمون والحاجات دي، يبتدي يحصل الايه اللي هتاخدوه طبعا في الفسيولوجي الكلام ده، يبتدي يحصل بقى الماتوريشن والانقسامات، الاول الميتوزي عشان يزود العدد، وبعدين ميوزي عشان الاختزال وتكوين السبرمز. من اول هنا لحد السبرم الجسم ما يعرفهمش، كانهم اجسام غريبه. يعني لو ما فيش البارير ده اللي عاملاه سيرتولي سيل، القفله اللي قفلاها هنا وعزله السبرماتوجينيك سيلز باقيهم كلهم عن البلاد، كان البلاد سيلز الموجوده هنا بي سيلز والتي سيلز والكلام ده ابتدوا بقى يهاجموهم ويموتوا، خلاص. دي حاجه، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه برضو بيبقى فيه كيميكالز، الاكل اللي بناكله اللي مش متظبط، الدنيا اللي مش عارف ايه، البكتيريا الانفكشن اللي ايه اللي ايه اللي كل ده، البارير ده بيحمي الخلايا دي من مرور اي هازاردس توورد زي ما تاثر عليهم وتمنع تكوينه، خلاص. يبقى عرفنا البلود تيست بارير اللي بتعمله الايه السيرتولي سيل. السنسز، طب انت قلتي من شويه بتعمل سنسز للانتي مولاريان، لا دي بتعمل حاجات كمان بعد الولاده. ايه بقى الحاجات كمان اللي بتطلعها؟ بتطلع الاكتيفين والانهبين هرمونز، وبتطلع واتس كولد الانتيجين بايندينج بروتين. طيب الاول الانتيجين بايندينج بروتين، عرفنا احنا الانتي مولاريان هرمون هيعمل ايه. الانجين بريزنتنج هرمون، سوري، الاندروجين بايندنج بروتين، الاندروجين بايندنج بروتينز. ايه بقى الاندروجين بايندنج بروتينز دي؟ دي بتبقى مجموعه من البروتينات هي بتطلعهم بحيث ان هم يمسكوا الاندروجينز اللي هو التستوستيرون يعني، فيحافظ يعمل مينتنس. البروتين ده لما يمسك في التستوستيرون يحصل مينتنس لليفل اديكويت للعمليه بتاعت السبرماتوجينيك فورميشن. مش كل ما تطلع الخلايا اللي هنا التستوستيرون يمشوا في الكابيلاريز ويروحوا بعيد للجسم كله، لا، لازم يبقى في ليفل اديكويت ليفل موجود في التشو بتاع التستس علشان يمنتين البروسيس اوف ايه السبرم فورميشن، خلاص. يبقى ده اهميه الاندروجين بايندنج بروتين، الاندروجين بايندنج بروتين. طيب مين الانهبين والاكتيفين؟ الاكتيفين ده ستيمولاتري هرمون بيعمل فيدباك مع البيتيوتري بحيث انها تطلع اف سي اتش فتستيميليت العمليه بتاعت الايه التستس بتاع السبيرم فورميشن. او الانهبين بقى العكس، ده انهبيتوري هرمون بيعمل برضو نيجاتيف فيدباك مع البيتيوتري بحيث انها تقلل السكريشن بتاع الاف سي اتش فبالتالي يقلل السبيرم فورميشن، لدرجه ان هما دلوقتي بداوا يستخدموا الانهبين في شكل اسمها ده حبوب منع الحمل، دي مشهوره للفيميلز. هنا بقى ممكن يدوها للميل الانهبين ياخده فيمنع تكون السبرمز، فكانك عملت ايه؟ وقفت البروسيس بتاعت السبرم فورميشن، ودي الفكره بتاعت حبوب منع الحمل للرجال، خلاص؟ طيب يبقى انا عندي دلوقتي خليه مهمه جدا، اي دمج فيها بالتبعيه هيأثر، ده احنا قلنا فانكشنز الصبح على عمليه السبرم ايه؟ فورميشن. خلاص مهمه جدا ومضع اسئله كتير السيرتولي سيلز. طيب
برضو فاكرين لما قلت لكم انها بتطلع سكريشن علشان يغذي الخلايا دي اهو الفانكشن الثالثه سكريشن اوف فركتوز ريتش ستيكلر ايه فلويد. تمام احنا اتكلمنا اهي برضو تاني انا هقول لك اهي بص شوف كده ادي واحده وادي الثانيه. طبعا المفروض الفراغات الفاضيه دي هنا فيها السبرماتوجينيك سيلز. شوف هنا اهو ادي قافله اول بروسيس هنا اهو وهنا قافل بي تاي جانكشن او اوكلودنج جانكشن بحيث ان هو بقى يعتبر عزل او قسم الخلايا اللي هنا لتو كومبارتمنتس. الكومبارتمنت اللي تحت اللي على البيزنت ممبرين هنا هسميه البيزل كومبارتمنت اللي فيه مين؟ خليه واحده بس السبرماتوجينيك سيل خلاص. وباقي الخلايا اللي هنا برايمري وسكندري وسبرماتيدز والسبيرمز لحد الماتشور اللي هيبقى هنا كل ده هسميه الادليومينال كومبارتمنت خلاص. يبقى انا عندي ده تاني الاستراكشر بتاعها اللي احنا اتكلمنا عليه تول بيراميدال بالبيزوفليك سيتوبلازم وبيزالي اوفال نيوكليوس ولارج سنترال نيوكليولس. وبعدين بالالكترون مايكروسكوب اشوف بقى كل الاورجانيزمز اللي كانت فيها تقريبا كل حاجه اسمه سندبلازم كوراف اندبلازم وجولجي ابريتس ميتوكوندريا بكميه كبيره جدا عشان السكريشن فيها سيتوسكيلتون رهيب. فاكرين انتوا المايكروفيلمنتس والمايكروتوبيولز طبعا عشان يحافظ على الشيب العجيب اللي سبحان الله اللي عامله زي الشجره اللي عماله تطلع فروع طول ما هي طالعه او الشيلفز بنسمي ده شيلف. تمام فيها كمان ده طبعا هشوف بالإكتون مايكروسكوب فيها كميه لايسوسومز كتيره. ليه لايسوسومز؟ مش قلنا هتعمل فاجوسايتوزس للريمينانتس اللي هتطلع من تكوين من البقايا اللي هتطلع من تكوين السبيرم خلاص هتعمله فاجوسايتوز فلازم تهضمه وتخلص الكومبارتمنت منه. تمام وطبعا الاكلودنج جانكشنز هشوفها بعناية بالالكترون مايكروسكوب اهي زي ما احنا شايفينها هنا كده اللي زي ما اتفقنا تاني هتقسم لتو كومبارتمنتس تحت البارير ده او الجانكشن ده هيبقى اسمه البيزل كومبارتمنت وفي ايه هيبقى اسمه الاد ليومينال. تمام اهو تاني اهو يمكن الرسم هنا اهو شايف البروسيس اهو طالع هنا كونتينوس اهو علشان ده لحم في بتاع دي بتاع الخليه دي بروسيس ده لحم في بتاع الخليه الثانيه هنا. لكن تعالى هنا بقى لا مش كونتينوس اهو فاتحين وفاضيين. تمام بتفتح في وقت واحد بس اول ما الخليه هنا تنقسم علشان تديني البرايمري سبرماتوسايت يروح فاتح يعدي الخليه للبرايمري سبرماتوسايت للرف اللي فوقيها ويروح قافل ثاني بسرعه. خلاص تمام يبقى انا عندي هنا دلوقتي ادي الاستراكشر تاني ما انساش دول اسمهم السبرماتوجونيوم برايمري الكبيره دي البرايمري سبرماتوسايت تصغر شويه تبقى السكندري سبرماتوسايت وبعدين عندي السبرماتيد. السبرماتيد مورفولوجيكالي هيتغير يتحور يبتدي يتحور شويه بشويه بشويه زي ما هنشوف الستبس لحد ما يديني الماتيور هنا خلاص. والحاجات اللي بالبامبي دي اللي حوالين السبرم ده دي الحاجات اللي هتبقى اكس سايتوزد وتطلع اللي هتعمل لها برده فاجوسايتوزس مين؟ السيرتولي سيل. تمام طيب اهو السيرتولي سيل هتعمل اوكلودنج جانكشن اللي هو اللي انا بالسهم اهو زي ما شايفين هيقفل الكومبارتمنتس يبقى اللي تحت ده اسمه البيزل كومبارتمنت ما فيهوش غير السبرماتوجينيك سيلز وبعدين عندي ده باقي السيلز اسمه الجزء ده الاد ليومينال كومبارتمنت خلاص اد ليومينال كومبارتمنت. تمام وبكده ده البلود تيست بارير وعرفنا الفانكشن بتاعته ايه خلاص. نخش بقى في السبرماتوجينيك سيلز الخلايا اللي هي نفسها دي اللي هتصنع لي الايه السبرم بقى. بدايه زي ما اتفقنا قلنا في السبرماتوجونيوم ودي المصدر سيل وبعدين في البرايمري السكندري وبعدين السبرماتيد لحد ما نوصل للماتيور السبرماتوزوا او الماتيور سبرم. طيب نبتدي بقى نشوف الخلايا اللي زي ما اتفقنا هنشوف السبرماتوجينيك سيلز ازاي مرحله تحول السبرماتوجونيوم اللي هنا لحد ما تديني في الاخر الماتيور ايه سبرم ماتيور سبرم دي المراحل اللي هتمشي فيها. تمام طيب لو جينا بدانا باول واحده متفقين فاكرين اللي احنا قلنا دي الخليه المذر سيل اللي موجوده لحد البيبريتس ما فيش غيرها هي ومين هي وسيرتول. يعني لو خدت كروس سكشن في تس لي قبل البري ماتيوريتي قبل الماتيوريتي السكشن هيبقى ما فيهوش غير السبرماتوجونيوم خلاص عايزين نشوف البوينتر
مش هيبقى فيه غير السبرماتوجونيوم وسيرتولي سيل، مفيش بقى كل الهيصه دي. خلاص؟ لكن at puberty under the effect of FSH هرمون تبتدي بقى مين؟ السبرماتوجونيوم دي تنقسم. خلاص؟ ستنقسم الأول ميتوزي. ميتوزي؟ احنا عايزين اختزالي، هيحصل بس مش في المرحلة دي. ميتوزي ليه؟ لأن الخلية دي لازم تقعد as a reserve. لان احنا عارفين ان الفتره بتاعه تكوين السبرمس عند الميل ممتده حتى الموت، من بدايه البيوبريتي لحد الدث، غير الفيميل عندها لحد الايه المنبوذة الايج، لكن الميل لا. فانا لو الخليه دي دخلت المره دي في التكوين خلاص هتخلص، مش هلاقي خليه تانية المره الجايه السبرمس تتكون منها. فعشان كده سبحان الله يبتدي يحصل اول انقسام ميتوزي تضاعف عددها، هتدي اختها تيبيكال بس هتضاعف عددها. خلاص؟ هتضاعف عددها. مين هي الاسبرماتوجونيا؟ خلاص؟ زي ما اتفقنا هنقول انها موجوده على البيزل، في البيزل كومبارتمنت زي ما قلنا، بعد تحت البارير اهو زي ما احنا شايفين. خلاص؟ وكمان دي ديبلويد سيل. يعني ايه ديبلويد سيل؟ يعني اللي انا لسه قايلاه انها لسه زي انقسامها اللي دخلته انقسام ميتوزي، يبقى عندها 2 دي ان ايه و 46 كروموسوم. خلاص 2 دي ان ايه وال 46 مين كروموسوم. لما تنقسم الخليه دي خلاص هتبتدي تديني بيل تايب، هي دي خلاص هتديني بيل تايب، يعني دي غامقه ودي فاتحه. خلاص دي الدارك تايب. ماشي، هي الخليه لما تنقسم اللي هي السبرماتوجونيوم هتديني تو تايبس اوف سيلز، واحده فاتحه زي ما انتم شايفين كده واحده غامقه. الفاتحه دي هتقعد ريزيرف للمره الجايه. طب والغامقه تنقسم ميتوزي تاني، ميتوزي تاني هتدي اتنين تاني منها. خلاص الاتنين دول واحده هتبقى الدارك ايه والايه والتايب بي. خلاص يبقى انا عندي الايه او السبرماتوجونيوم في الاول هتديني ايه واحده فاتحه وواحده غامقه، الغامقه تخش تاني في انقسام تاني خلاص وتديني اتنين، واحده اختها واحده هنقول عليها بي. ليه دي هنقول عليها بي؟ لان دي اللي هتكمل هي المرحلة الجاية، علشان هتفتح لها الحراس اللي هنا دول اللي هم عاملين البارير البروسيسز دي هيروحوا فاتحين تعدي بيه وتبتدي تتحول لمين؟ للبرايمري سبرماتوزايت. يبقى الدارك بي دي او بي سوري مفيش دارك في البي، خلاص هتخليكم انتوا بس ايه وبيل ودارك، لكن البي قولوا بي بس. خلاص هتبتدي البي هي اللي تتحول لبرايمري مين؟ سبرماتوزايت. اثناء انتقالها من هنا لهنا بتخش في اللايف سايكل بتاع الخليه لو انتوا فاكرين، ويبتدي يحصل جواها دوبليكيشن للدي ان ايه عشان تستعد للانقسام الميوزي. عشان ننقسم ميوزي واحده من دول تدينا اربعه في الاخر، لازم يحصل دوبليكيشن للدي ان ايه في الاول. تمام؟ والا هيديني اثنين، المفروض بقى تنقسم تديني اثنين نص ونص، لا ده هتديني اربعه كل واحده فيها نص الكميه، يبقى يحصل دوبليكيشن الاول للايه؟ تمام للدي ان ايه. يبقى عندي دلوقتي دي البرايمري سبرماتوسايت زي ما احنا اتفقنا وقلنا دي اللارجست، اول واحده اهي في الاديومنال لايرز اهي بعد الايه البارير على طول. تمام؟ عندها اثنين كروموسومز 2 ان زي ما احنا ال 46 كروموسوم هم، ولكن الدبليكيشن لكل كروموسوم حصل عليه هو، يعني الكروموسوم الواحد بدل ما هو كان شايل دي ان ايه بقى شايل 2 دي ان ايه، لكن عدد الكروموسومات زي ما هي. خلاص؟ فيبقى عندي 2 ان كروموسومز اللي هم 46 او 23 زوج، لكن كل واحد فيهم شايل 2 كوبيز من الدي ان ايه، فيبقى عندي 4 دي ان ايه، وده كده دخلت في الفيرست ايه؟ مايوتيك ديفيجن. تمام؟ طيب بعد كده تروح داخله السكند بقى مايوتيك ديفيجن اللي هي البرايمري سبرماتوسايت عشان تديني السكندري مين؟ سبرماتوسايتس اللي هم اللاير اللي هنا دي، السكندري سبرماتوسايتس. ايه الكرايتيريا بقى بتاعت السكندري سبرماتوسايتس دول؟
دول الشورت ليفد، يعني بيخشوا يعني اول ما بيتكونوا على طول يروحوا منتقلين للمرحله اللي بعديها للسبرماتيد. فعشان كده انا لما ببص في السكشن عندي غالبا ما بشوفش مين السكندري سبرماتوسايت. تمام. طيب وبعدين عندها ايه بقى؟ دي السكند ميوتيك اهو، يبقى بدا الكروموسومات تنقص، يبقى كل خليه هتاخد واحد من البيرز بتوع الكروموسومز، يبقى عندها 23 كروموسوم مش 23 بير. حلو. 23 كروموسوم دول متفقين من الاول ان كل كروموسوم شايل كام دي ان ايه من المرحله اللي قبليها، هنا شايل اتنين، يبقى عندها ان كروموسوم واتنين دي ان ايه. كروموسوم كل كروموسوم واحد شايل 2 كوبيز من الدي ان ايه. خلاص. دي مين؟ دي للسكندري سبرماتوسايت. تخش بسرعه في السكند ميتوتيك، ميتوتيك بقى مش ميتوتيك دي سوري، ميتوتيك ديفيجن. خلاص. وتدينا مين؟ السبرماتيد. السبرماتيد ده اصغر خلاص، وعنده بقى نص الايه، نص الهابلويد النمبر بتاع الكروموسومات. عنده 23 بير، عنده سوري 23 سنجل كروموسوم، ولكن هنا كل كروموسوم شايل مين بقى؟ شايل دي ان ايه واحد. فمن الخليه دي هنا دي ادتني اتنين، ماشي؟ الاتنين كل واحده فيهم في السكند مايوتيك ادتني اتنين تانيين، فبقوا اربعه. خلاص؟ كل واحد فيهم عنده الهابلويد نمبر من الايه؟ الكروموسومات ومن الدي ان ايه. خلاص. خلاص ده الستيجز بتاعت التكوين. بعدين بقى كده انقسمنا وخلصنا انقسامات، الكوره دي تبتدي تتحول للسبرم اللي فوق ده. ازاي الكوره دي تتحول ويتحور شكلها للشكل ده؟ دي قصه تانية ما فيهاش ديفيجن، احنا خلصنا الديفيجنز خلاص. هنا دي دخلت البرايمري سبرماتوسايت، دخلت الفيرست مايوتيك ادتني مين؟ السكندري سبرماتوسايت. السكند سبرم بسرعه تكمل السكند ميوتيك ديفيجن، فتروح مدياني السبرماتيد. خلاص. هنا وقف خلاص الانقسام، بقى عندي الاربعه سبرماتيدز اللي طالعين من واحده بس من تحت، في الاخر بقى اربعه، كل واحده فيهم عندها هابلويد نمبر اوف كروموسومز والدي ان ايه من الاربعه. خلاص. تمام. طيب وبعد كده نرجع الحته الثانيه دي تاني، يبتدي يحصل بقى، خلينا نقولها من هنا وخلاص، يبتدي يحصل مورفولوجيكال بقى تشينج. خلاص خلصنا على كده، مفيش ديفيجنز ثانيه، تحور شكلي فقط. الكوره تبتدي تتحور وتدينا الشكل بتاع السبرم ده. تمام. يبقى انا لما اجي هنا بص، ده رأس سكشن في تحت الميكروسكوب الثاني، كل ده كان رسمه دايجرام. ادي البيزمنت ميمبرين، وادي المايويد سيلز اللي هتكونتراكت علشان تدفع الايه، تعمل بوشنج للسبرمس، لان احنا زي ما هنشوف برضو دلوقتي انها ما عندهاش لسه الكاباسيتي انها تتحرك، اماتيور لسه ما عندهاش الكاباسيتي انها تتحرك. امتى يحصل الكريستاليزيشن والقدره على الحركه لوحدي؟ ده هيبقى جوه في الابيديدمس، لما توصل للابيديدمس. تمام. طيب لو جيت شفت كده اهو، ادي دي السيرتولي الخليه الطويله، ادي النيوكلاس البيل الاوفال زي ما احنا شايفين. تمام. وحواليها الخلايا الثانيه، ادي دي السبرماتوجونيوم، ودي الكبيره البرايمري سبرماتوسايت. خلاص. والبرايمري سبرماتوسايتس اهم المفروض هيتحولوا لمين؟ السكندري. السكندري قلنا ما تبانش لانها بتخش بسرعه السكند مايوتيك، وتروح مديانا كل ده عباره عن السبرماتيدز. خلاص كده. ده الشكل بتاع مين لما اشوفه تحت الميكروسكوب مش تمام. نراجع مع بعض الجزئيه بتاعت الديفيجن اللي هتحصل اثناء السبرماتوجينيسيس. حلو. خليكم معايا كاني براجع لكم الميوزس بالظبط. ده اللي بالسبرماتوجونيوم، قلنا خليه عاديه خالص عندها 46 اكس واي. حلو. هتبتدي تتحول للبرايمري سبرماتوسايت. قبل ما تدخل في هنا، في اثناء تحولها من هنا لهنا، حصل دوبليكيشن لمين؟ للدي ان ايه. دوبليكيشن لمين؟ للدي ان ايه. يبقى 46 ما زالوا 46. خلاص. ولكن الدي ان ايه كانوا اتنين كوبيز كل واحد على كروموسوم، لا ده حصل دوبليكيشن، فكل كروموسوم بقى شايل 2 كوبيز من الدي ان ايه، فبقى عندي اربعه مين؟ ان ايه، عشان الاربعه دول لما يتقسموا على اربعه بعد كده كل واحد ياخد ان. اوكي؟ تمام. البرايمري سبرماتوسايت تخش الفيرست مايوتيك الاختزالي الاول بقى.
الكروموسومات ال 23 بير هينفصلوا، يبقى 23 كروموسوم هنا و23 كروموسوم هنا، ولكن ستيل كل كروموسوم شايل كام يا شباب؟ شايل 2 دي ان ايه. خلاص؟ ال 2 دي ان ايه او السكندري سبرماتوسايت تتحول بقى بسرعه، تنقسم، تدخل انقسام الميوز الثاني، فتبتدي تديني مين؟ كل واحده فيهم تدي 2 اهو عشان يبقوا الاربعه. فنروح مقسمين تاني، ال 23 كروموسوم اللي كانوا هنا اللي كانوا كل واحد فيهم شايل 2 دي ان ايه، كل دي ان ايه ينفصل ويعمل كروموسوم، الكلام ده هنا، ويعمل كروموسوم خاص بيه. خلاص؟ فيروح هنا كروموسوم شايل دي ان ايه واحد، ويروح هنا كروموسوم شايل دي ان ايه واحد، فيديني هنا 23 كروموسوم زي ما هم اهو، والدي ان ايه بقى ايه؟ ان بقى واحد بس، نسخة كوبي واحدة بس من الدي ان ايه عند كل واحدة من دول. كده خلصنا مين؟ الانقسام. يبتدي بقى التحور الشكلي او المورفولوجي من الاسبرماتيد لسبرم. الشكل ده يبقى ده. المرحلة دي اسمها السبرميو جينيسيس، سبرميو جينيسيس. الهيصة دي كلها كان اسمها سبرماتو جينيسيس او سبرماتو سايتو جينيسيس. خلاص؟ سبرماتو سايتو جينيسيس. التحور ده هيبقى اسمه السبرميو جينيسيس. ماشي؟ ايه بقى اللي هيحصل في السبرميو جينيسيس؟ قلنا الكورة دي بتاعت السبرماتيد تتحول في الاخر للشكل اللي احنا شايفينه، راس وميدل بيس ونك ومش عارف، بعدين بودي وتيل ودنيا. ازاي الكوره دي اتحولت لده؟ ده اللي اسمه الايه؟ اسمه السبرميو جينيسيس. خلاص؟ هنشوف كلها اتفقنا انها شكليه، خلاص خلصنا القسمات هناك، وبقى عندي ده عباره عن عندها 23 كروموسوم و1 ان دي ان ايه. تمام؟ طب ايه اللي هيحصل؟ هيحصل كالاتي، جولجي ابريتس هيبتدي يعمل الفيزيكال كبيره خالص، هتحاوط النيوكليس، ادي النيوكليس، هتحاوط النيوكليس. الفيزيكال دي هتيجي فوق الهيد بتاع النيوكليس كده فوق على ناحيه، خلاص، وتبتدي تفرد فوقيها وتعمل واتس كولد اكروسومال فيزيكال. اسمها ايه؟ اكروسومال فيزيكال. الفيزيكال دي مليانه هيدروليتيك انزيمز. ايه الهيدروليتيك انزيمز؟ انزيمز بتصنعها الرافندوبلازميك ريتيكولم هنا، وتدخل جولجي وتبقى في السكريتوري فيزيكال اللي هيحيط بالراس هنا بالنيوكليس هنا على الفرونت بتاع الهيد بتاعته. خلاص؟ ايه فايدته او ايه اهميته؟ ما هي دي الانزيمز اللي هتعمل لايسز لمين؟ للاوفم وول، للوول بتاع الاوفم، عشان يقدر يخترق ويخش الدي ان ايه بتاع السبرم جوه مين؟ جوه الاوفم عشان يعمل فيرتلايزيشن. تمام؟ يبقى دي اول ستيب اسمها الجولجي فيز. مين اللي هيشتغل هنا؟ الجولجي. هيعمل ايه؟ هيعمل السكريتوري فيزيكال اللي هتحيط بالمقدمه بتاعه النيوكلي زي ما احنا شايفين كده، والفيزيكال دي هتبقى مليانه هيدروليتيك انزيمز. تمام؟ اوكي. واسمها الاكروسومال ايه؟ فيزيكال زي ما احنا شايفين. عماله بقى الفيزيكال تكبر وتحيط اكتر بالايه؟ بالنيوكليس. اثناء كده عمال يحصل كوندنسيشن للنيوكليس، كوندنسيشن كوندنسيشن، وبعدين هتغير شكلها زي ما هنشوف دلوقتي. دي الستيب الاولى. الستيب الثانيه يبتدي بقى السنتريولز. مالهم السنتريولز؟ السنتريولز هيروحوا للاوبوزيت بول. ده ناحيه وده الاوبوزيت بتاعها، العكس او المقابل ليها. هنا الاكروسومال فيزيكال عمال يكبر وعمل كاب زي ما يكون النيوكليس لبست طاقيه فوق دماغها. خلاص؟ لبست كاب فوق راسها اهو. تمام؟ في نفس التوقيت السنتريولز بتمايجريت مكانهم، يروحوا اوبوزيت للكاب ده او للفيزيكال دي علشان يبقى ده الناحيه الثانيه بقى المقابله للايه؟ المقدمه بتاعت مين؟ السبرم. خلاص؟ هنا السنتريولز هيقفوا هما الاثنين هنا عند الاوبوزيت بول. التو سنتريولز واحد منهم مين؟ واحد منهم هيبتدي يطول 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 علشان يدينا الفلاجيلم. يدينا مين؟ الفلاجيلم. فاكرين التركيب بتاع السنتريول؟ فاكرين؟ نيرس السنتريول، لو انتوا فاكرين في الاستراكشر لما خدنا زمان بين اهي اهو، نرسم هنا كده مثلا، كنا بنقول عباره عن ايه؟ عباره عن مجموعه من المايكرو تيبيولز، فاكرين؟ ولما وقفتكم في المحاضره
وعملناكوا مجموعات من الاثنينات كده، ادي مايكروتيبولز، كل دايره من دول عباره عن مايكروتيبول، 1 2 3 4، هرسم 9 من البيرز بتاعت المايكروتيبولز، 9. فاكرين الشكل ده؟ 1 2 3 4 5 6 7، ده ناقص واحده كمان، ازنقها في اي حته، ادي بير، احطه هنا بير كمان اهو. 9 دبلتس منين؟ من المايكروتيبولز، وكان في 2 في النص يعني. وقلنا ساعتها ان الفلاجيلوم تركيبه زي مين؟ زي السيليا لو انتوا فاكرين، ماشي؟ يبقى السنتريول هنا، السنتريول في الاساس هو تلاتات لو تفتكروا، برضو عباره عن تلاتات، بدل اتنين دي تلاته، خلاص؟ ولكن هنا اللي هيمتد عشان يعمل الفلاجيلوم هيبقى اتنينات واتنين في النص، يبقى الفلاجيلوم عباره عن 9 دبلتس من المايكروتيوبولز ارينجد في الشكل المدور اللي انتوا شايفينه ده، وفي النص كمان في دبلت اتنين. اوكي؟ يبتدي بقى يطول يطول شويه، المايكروتيوبولز دي اللي هي المفروض مايكروتيوبول طويله كده، كل شويه تطول سنه، تطول شويه، تطول شويه، تطول شويه، تطول شويه، بحيث انها في الاخر خالص يدينا اللينس الطويل اللي هو بتاع مين؟ بتاع الفلاجيلم بتاع مين؟ اهو يدينا اللينس، يعني تطول سنه اهو، تطول سنه كده كده كده، عمال يطول المايكروتيوبول بيطول. تمام؟ فيطول مين؟ التيل بتاع مين؟ بتاع السبرم، لحد ما يوصل للماتيور فورم او الماتيور شكل. خلاص؟ فهنا هو عمال ايه؟ يكبر الفلاجيلم. خلاص؟ ده بيحصل امتى؟ في الكاف فيز. ايه الكاف فيز ده؟ ان السنتريولز تيجي على الاوبوزيت بول ويبتدي يطول. تمام كده؟ تمام. بعد كده يجي الاكروسومال فيز، خلاص بقى الشكل النيوكليس عمال يحصل لها كوندنسيشن، وكمان تاخد المنظر او الشكل المدبب ده. خلاص الشكل المدبب، وليه الشكل المدبب مش المدور؟ علشان الموفمنت بعد كده بتاعت السبرم الشكل ده زي الصواريخ، شفت الصاروخ بيبقى بوزه مدبب عشان يقلل الريزيستنس بتاع الهواء مثلا دي او كده، فتقل الطاقه، نفس الكلام. خلاص مدبب كده علشان يقلل الريزيستنس للميديا اللي قدامه وهو ماشي لما يتحرك. خلاص كده اهو، تمام كده. وبعدين عمال يطول مين في التوقيت ده؟ عمال يطول الفلاجيلوم. في نفس الوقت هنا هيبتدي الميتوكوندريا بتاعت السبرماتيد اللي هي منتشره اهي دي، تبتدي تترصص حوالين الابر بارت بتاع الفلاجيلوم هنا تحت السنتريول اللي باقي، مش باقي سنتريول اهو، تحتيه تبتدي الميتوكوندريا تترصص كده هنا في شيس حوالين داير اهو، تعمل ميتوكوندريال شيس حوالين الابر بارت اللي هنسميه الميدل بيس بعد كده. خلاص اهو شيت، تمام. وفي نفس التوقيت حوالين المايكروتيبيولز دول في عباره عن فايبرس، في فايبرس لايرز بتتكون تحيط بيه كده، فايبرس لايرز. خلاص عمال يحصل ايه برضو؟ تدبب ومور كوندنسيشن، وتدبب اكتر مين؟ النيوكليوس، والكاب اهو عمال يغطي تقريبا تلتين الهيد اهو، الاكروسومال كاب اللي هيبتدي يبقى مش عليه حاجه خالص ولا سيتوبلازم نهائي الا السيل ممبرين، يبقى سيل ممبرين اكروسومال كاب وتحتيها النيوكليس، وبعدين الميدل بيس او الحته دي اللي هي بدايه الفلاجيلوم حواليه الميتوكوندريا، وماشي بتبقى سبايرال كده، والميتوكوندريا طبعا مهمه عشان هتدي الانرجي بتاعت الحركه. وبعدين ده عمال يطول 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 لحد ما يدينا الايه؟ الماتيور فورم. خلاص الماتيور فورم او الماتيور فيز. طيب الاكسس ده سيتوبلازم الباقي اللي فيه اللايسوسومز، وفي مش عارف مين راف اندوبلازميك، وفي رايبوزومز، وفي دنيا كتيره يعني، كل ده هو خلاص مش عايزه. يبتدي يحصل ايه؟ يحصل شيدنج او اكسيتوزز في الاجزاء دي. خلاص وتاخدها مين؟ تعمل لها فاجوسيتوزز عشان تخلص الدنيا وتنظف الدنيا منها، سيرتوليسس. خلاص يبقى ده الستبس بتاعه السبرميوجينس، اللي هي ما هي الا تحور مورفولوجي في الشكل بتاع الكوره بتاع السبرماتيد علشان يدينا المنظر ده بتاع مين؟ الماتيور سبرماتوزون او سبرم. ده الماتيور عنده ايه؟ عنده هيد نيوكليوس والاكروسومال كاب والسيل ممبرين فقط لا غير. حلو؟ وبعدين في الميدل، ودي بتبقى تقريبا يعني ايه؟ يعني اللي يحب يعرف ارقام 3 مثلا ل 5 مايكرو. ماشي؟
وبعدين عندي الميدل مين؟ الميدل بيس، فاكرينه؟ بداية الفلاجيلوم اللي هو من جوه فيه المايكروتيبيولز التسعة دبلتس، وفي النص فيه اتنين سنترال، خلاص؟ وحواليهم الميتوكوندريا مالها؟ مترصصة. ماشي؟ حواليهم الميتوكوندريا ايه؟ مترصصة. ده طوله قد ايه يعني؟ يعني مش من الأطوال على فكرة بالنسبة لكم، انتوا يعني هتاخدوه بالتفاصيل في الجلدية والكلام ده، أو إذا كنتوا هتاخدوه بقى في حاجة دي. المهم يبقى انا عندي الميدل ايه بيس اللي هو فيه الميتوكوند تحت السنتريول بدايه تكوين الفلاجيلوم اهو، وهنا في مين الفلاجيلوم جوه الدبلتس بتاعت الميكروتوبيولز وفي حواليها الميتوكوندريا، خلاص وعامله شيس. بعدين يجي بقى المين بقى بودي بتاع التيل، خلاص اللي بيبقى 45 مايكرون في اللينس، وده اطول جزء فيها اهو زي ما احنا شايفين، من هنا لهنا اهو اطول جزء لحد هنا، تمام؟ ده عباره عن ايه؟ عباره عن جوه في المايكروتيبيولز كلهم التسع دبلتس واثنين في النص محاطين بدنس فايبرس شيس، محاطين بدنس فايبرس شيس. الاكسونين ده اللي هو المايكروتيبيولز اللي جوه يعني، خلاص؟ وبعدين يجي اخر جزئيه يبقى ده كده الاند بيس، ده التيل الرفيع اللي بيخلص فيه ما بيبقاش فيه مايكروتيبيولز، بيبقى فيه الفيلمنتس بس او الفايبرس شيس بس، ده الحته دي خلاص، دي بتبقى 5 مايكرو. يبقى انا عندي كده التركيب او الاستراكشر بتاع الماتيور اسبرماتو، خلاص. دي بقى الانترستيشال سيلز اوف ليتش، فاكرينها اللي كانت حوالين التيوبيولز، دي اللي هتطلع التستوستيرون. التستوستيرون لو انتم فاكرين كان من البايو مثلا كنت اخدته عباره عن ستيرويد هرمون. ستيرويد يعني معنى كده ان الاورجان اللي هيشتغل هنا مين؟ السموث اندوبلازمك ريتيكولم. طيب اجي اوصفها باللايت مايكروسكوب، كل واحده من دول عباره عن واحد، خلاص زي ما احنا شايفين كده نرس، ادي واحده اهي، احدد لكم بس الباوندرز بتاعتها اهي، خلاص. بولي هيدرال ان شيب، بولي هيدرال ان شيب او بوليجونال يعني، خلاص. عندها سنجل فيزيكولار نيوكليس، واضح. ممكن تبقى باي نيوكليتد، هو هنا ما فيش واحده باي نيوكليتد بس ممكن تبقى باي نيوكليتد، خلاص تمام. وبعدين طبعا جواها ميتوكوندريا، وعندها كرايتيريا مهمه جدا الميتوكوندريا. ايه الكرايتيريا؟ الكريستي بتاعتها تيوبولار كريستي، وده احنا كنا خدناه زمان، خلاص. دي مهمه جدا، بتبقى موجوده في الخلايا اللي بتطلع ستيرويدز. طيب لما اجي اشوفها بالالكترون مايكروسكوب، طبعا الاورجانيل المهم جدا سموث اندوبلازميك ريتيكولم، لما جولجي علشان المصنع هيظبط المنتج، الجولجي هيظبط المنتج. عندها شويه على قدها رف اندوبلازميك ريتيكولم، ليبيد دروبلتس كتيره خالص، تمام، وما عندهاش سكريتوري فيزيكلز، يعني ايه؟ ما بتحوشهمش جواها، تطلع وترمي بره على طول. ترمي بره يروحوا فين؟ في قلنا هي قاعده في الكونكتيف تيشو اللي موجود اللي فيه بلاد فيزلز، يعني هنا في كابيلاري، صح؟ في بلاد ايه؟ كابيلاريز، تمام؟ البلاد كابيلاريز دي يطلع من هنا يروح. طب ما احنا اتفقنا ان لازم يبقى في اديكوت اماونت ليفل هنا، عشان كده السيرتولي بتطلع ايه؟ الاندروجين بايننج بروتين اللي هيمسك التستوستيرون جوه التستس، مش كله يطلع في البلاد ايه؟ كابيلاريز، تمام؟ خلاص يبقى ده الاستراكشر بتاع مين؟ اللي بقى لنا هنا الجيرني بقى، هو خلاص اتكون السبيرما اهو جوه مين؟ جوه السيمينيفراس تيبيولز، عايز يطلع اوتسايد ذا بودي، يروح في ايه؟ ويعلمني جوه التستس في مجموعه تاني، انا عندي ده البامبا ده السيمينيفراس تيبيولز، يبتدي يحصل كولكشن من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، مجموعه من التيبيولز الصغيره اسمها تيبيولو ريكتاي، هتاخد من كل البيول هيطلع منه واحد، يبقى حوالي 250 تيوبيولو ريكتاي عندي، يعدوا في متاهه اسمها الريدي تيستس زي ما نشوفها دلوقتي، وبعدين في مجموعه من الشورت داكتس اسمها الافرنت داكتيولز، قبل ما يوصلوا للكبير دوت والهيد بتاعه اهي اللي هو الابيدودمس، وبعدين من الابيدودمس يروحوا لفين؟ ومن الباز يروحوا للاجاكيلاتري داكت، خلاص. يبقى دي السكه اهي، دي جوه التستس وده بره التستس، من الابيديدمس للفاز للاجاكيلاتري ايه داكت، تو بي اجاكيليتد ثرو ذا بينس اوت سايد ذا بودي. يبقى دي الرحله، بعد السمنفرس تيبيولز هندخل على فين؟ السبيرمس تخش جوه
التيوبيول ريكتاي اللي هتجمع من كل البيول، والتيوبيول ريكتاي هتدي لحاجه اسمها ريتيتس متاهه هنشوفها دلوقتي جوه مجموعه من التيوبيولز اللي داخلين ومشبكين عاملين ريتي او نتورك او ريتيكولم يعني من الشورت مايكرو تيوبيولز شورت تيوبيولز تمام، هيمشوا جواهم الاسبرمس وبعدين يطلعوا للفاز فرينشال اللي هم الكام واحد الشورت ال 12 واحد دول اللي يدخلوا على الابيديدمس، ومن الابيديدمس للفاز ومن الفاز للاجاكولاتوري تو بي ايجاكوليت اوتسايد ذا بودي. خلاص انا اللي عندي هنا دول السيمينيفرس مين تيوبيولز اهم سيمينيفرس تيوبيولز حلو، اتكون الاسبرمس هنا عايزين نطلعهم بره خلاص، فبيجي من كل كومبارتمنت لده كومبارتمنت وده كومبارتمنت وده كومبارتمنت خلاص، عند الميدياستاينم تيسيسز يبتدي يطلع من كل كومبارتمنت تيبيول واحد هو اللي هيجمع من الثلاثه اربعه ولا واحده سيمينيفرس تيبيول ويتجمعوا مع بعض في الريتيتستس اللي هي المتاهه خلاص، وبعدين منها للتنين. طيب نبتدي نشوف بقى التيبيولاي ريكتاي دول اللي هم اهو ده تيبيول خلاص اهو سيمينيفرس تيبيول اهو، البيول ده هيجيب منه ده اهو، والبيول اللي هنا جايب واحد تاني اهو، والبيول اللي هنا جايب منه واحد تاني، ويجمعوا مع بعض في الايه ريتيتس بعد كده. التيبيولز الاولانيه دي اسمها تيبيولو ريكتاي، التيبيولو ريكتاي لايند باي وات؟ دي زي ما اتفقنا شورت وستريت اهو زي ما انت شايف كده ستريت اهي ستريت وشورت قصير جايبه من التيبيول سيمينيفرس تيبيول وهتودي على الريتي ايه تست حلو جواها ماشي الاسبرم لايند باي ايه لايند باي الجزء الاولاني سيرتولي سيلز علشان تساعد في النورشمنت والسبورت وكمان الفاجوسايتوزس بتاع الريمننت اللي هو عمال يتظبط فيه الاسبرمز خلاص، والسكند هاف هيبقى لايند باي سمبل كيوبويدال ابسيدين، يبقى اللايننج اوف التيوبيولو ريكتاي هنا الواحد من دول لما اخد فيه كروس سكشن اشوف ايه اشوف سيرتولي وسمبل كيوبويدال جنب خلاص، بس يبقى نصه الاولاني سيرتولي والنص الثاني سمبل ابسيدين، يبتدي ينقله فين في المتاهه الكبيره دي. طب ايه فايده المتاهه دي؟ ما كان ستريت على طول، ممكن يكون السبب في المتاهه دي ان بدي فرصه ان المونيتورز اللي في التست شغاله مين الخلية مين الاسبرم الكويس اللي يعدي ومين اللي يرجع ويموت، دي حاجه. الحاجه الثانيه بديله فرصه انه ينمو ويتغذى اكتر لحد ما يوصل الفول كاريستايزيشن لو قدرته على الموفمنت لوحده اللي هتبقى في مين؟ هتبقى في الايفيدنس خلاص. طيب نشوف بقى اللايننج بتاع الريتي تيست كان نهايتها ايه هنا في التيوبيولو ريكتي سمبل كيوبويدال ابسيلين، الريتي تيست هيبقى اللايننج عباره عن سمبل كيوبويدال ابسيلين بس، يبقى كانه انتقالي من السمنفرس تيبيول هيتبقى السيرتولي في الاول وبعدين سمبل كيوبويدال ده عامل لايننج للتيوبيولاي ريكتي. نخش على الريتي تيستيسس دي اللي هي النتورك ده المتاهه اللي قلنا عليها هيبقى لايند بسمبل كيوبويدال ابسيليم بس ورستنج طبعا كله على ممبر. دخلنا المتاهه نبتدي نخرج من المتاهه بقى علشان نعدي الابيدودمس عن طريق الفازا فرينشي او الافرنت داكتيولز اللي هم بيبقوا من 8 ل 12 تقريبا ستريت وشورت ماشي تيوبيولز، دي اللي هتاخد من الريتي تستس هنا لمين؟ للإبيدرمس تمام؟ تمام. اللايننج بتاعهم ايه بقى؟ اللايننج هنا كيوبويدال سيلز سيمبل برضه تمام؟ ولكن هيبقى في جزء منهم نون سيليتد وفي جزء تاني سيليتد وهيبقى في ترانزيشن من الكيوبويدال للكولوم. النون سيليتد هتعمل ابسوربشن للفلويد اللي جاي من السيمينيفرس تيبيولز اللي ممكن يبقى فيه شويه بقايا برضه من الايه؟ الحاجات الاكسيديتس اللي طلعت او اللي مش الاكسيديت اللي هو الاكسيتوز بتاع السيتوبلازم والحاجات اللي طلعت من السبرميتك ماتوريشن. السليتد بقى كولامنر دي هتساعد، احنا متفقين اهو ان السبرم حتى الان ما قدرش يتحرك لوحده، في فلاجيلا بس مش كابستايزد مش قادر لسه يتحرك، فيساعد في الحركه مين؟ السيليا اللي موجوده هنا في الكولامنر سيلز اللي عامله لايننج لمين؟ للفازا فرينشيا دول.
علشان بعد كده، وطبعا في بيزك ميمبرين وكونكت تيشو كبسول ده عادي برضو. خلاص، وبكده يكون السبرم طلع من التستس من السيمينيفراس تيوبيولز للانتراتستيكولار داكتس او داكتيولز اللي هم الصغيرين لحد ما يوصل الابيديمس. هنا بقى هنكمل في المحاضره الثانيه ان شاء الله الابيديمس وباقي الاستراكشر بتاع الميل جينيتال سيستم. Thank you and goodbye.